سيدي سعدوا بي سعدوا بيا شيخ ما يفرق. السلام عليكم الغزالات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم الزميته ديالتي بالطريقه المبسطه. الكميه قليله على حسب عدد الافراد، وعلى حسب دابا ما تيكونوش الضياف بزاف تيجيو في رمضان في الغربه، فما تنبغيش ندير كميه كبيره لانها غير غادي تبقى. فغنشارك معكم الكميه الصغيره او المتوسطه اللي غادي تكفيكم كاسره، وبطريقه جد مبسطه وبالقوام ديالها الاصلي يعني على حقها وطريقها. خليكم معايا، ندوزو مباشره للتحضير. ودابا غادي ندوزو للمقادير البنات، المقادير اللي هي بسيطه ومعروفه يعني ما فيها لا زياده لا نقصان. انت عجبني تندير الوصفه التقليديه ما تنكثرش فيها اكثر الزيادات، ولكن الكميه غادي تكون كيف قلت لكم بسيطه. فبالنسبه للمقادير عندي اللوز، اللوز هنا عندي تقريبا هذه واحد 400 غرام هنايا، ممكن ديروا غير ربعه يعني على حسب الطحين اللي غندير. عندي هنا كيلو لارب طحين تقريبا، ثلاثه د السلايف، جوج زلايف غنحمرهم وزلافه غنقليها في الزيت. فهنا عندي واحد 400 غرام ديال اللوز، عندي هنا كاوكاو واحد 250 غرام كاوكاو، وعندي بطبيعه الحال الزنجلان، عندي واحد نص كيلو ديال الزنجلان. بطبيعه الحال هذا الزنجلان هذا كتشوفوا انا مازال عاد تنحلو، هذا غسلته في الليل مزيان مزيان يعني تتغسلوه تبداو تديروه في البانيو، والماء ديالو ملي تيهبط كلير، تيهبط الماء صافي يعني صافي، ما تيبقاش الماء ديالو تيهبط صفر، تتعرفوا انه نقي. وبطبيعه الحال تتنقيوه قبل ما تغسلوه الا كان فيه شي حاجه. هذا صراحه شريت الباكيه زعما تنديرو هكا في الصينيه تنقيه شويه، ولكن ما تلقى فيه والو تبارك الله، ما فيه لا حجر لا حتى شي حاجه. فغسلته مزيان ودرته في الشبكه بايت تيتسقطر فاش نشف مزيان، كنتو مزروبين حاولوا تنشفوه بشي فوطه ولا شي حاجه. هنا اللوز وكذلك تا هو غسلته البارح في الليل وبيته في الشبكه، اليوم هو صبح ناشف باش يتحمر لي ما تبقاش ديك الحبه فازقه. وتا هذا كاوكاو انا شريته مفرك، هذا اللي تيتباع مفرك، ولكن تا هو غسلته وبيته في الشبكه، هادو بثلاثه غسلتهم باش دابا نلقاهم واجدين. فهنايا عندي الطحين كي قلت لكم تقريبا كيلو لارب، نص كيلو غنديرو بوحدو وربعه بوحدها. عندي الزيت طبعا تيكون على حسب الخليط، الزيت النباتي. بالنسبه لزيت الزيتون عندي واحد 4 كاس ديال زيت الزيتون، عندي 250 غرام ديال الزبده، تكون الزبده مزيانه ديال التوريق اولا زبده نوع مزيان ماشي المارغارين. وعندي هنا سكر كلاصي، المهم سكر كلاصي تيبقى على حسب الذوق يعني انا نحليها تنلقى الحلاوه اللي انا بغيت. بالنسبه هنايا عندي معلقه كبيره ديال حبه حلاوه حتى هي منقيه ومغسوله، وحمرتها شويه في المقله وطحنتها وغربلتها. وهنايا معلقه كبيره ديال النافع حتى هو نفس الشيء، نقيته وغسلته حمرته شويه في المقله، ماشي يتحمر المهم غير تطلعهم السخونيه، وطحنته وغربلته. بالنسبه للناس اللي في المغرب الا لقيتوا جوج انواع النافع اللي هي النافع البلدي والنافع البستاني ديروهم بزوج. بالنسبه ليا هنايا ما تلقاش النافع البستاني، تلقاي النافع البلدي فهو اللي دايره مع حبه حلاوه. عندي هنا معلقه كبيره ديال القرفه، عندي رشات الملح، وعندي هنايا المسكه الحره مدقوقه مع شويه ديال السكر سنيده. فصافي هذه هي المكونات اللي عندي. كي قلت لكم البارح انا غسلت هذا الشيء باش يبس لي ونختصر المراحل. دابا غادي ندوز نبدا تنوجد المكونات ديالي. غندوز ندير اللوز والزنجلان في الفران يتحمروا، والطحين كي قلت لكم نحيد الزلافه لانني غنقليها في الزيت، نوريكم الطريقه ديالها، نديرها بحال الشكل ديال التقنته ديال وجاده. وغادي ناخذ نص كيلو غنديرو في الكوكوط، غنحمروه في الكوكوط ونبقى مقابلاه في الكوكوط، في نفس الوقت السنجلان ديالي في الفران على ما يتحمر ونحمر كاوكاو اللوز عفوا. اما بالنسبه للكاوكاو غادي نقليه في الزيت مزيان، يتقلى في الزيت تيتحيد له داك الجهد ديالو وتيجي بنين في الزيت. وديك الزيت اللي غنقليها فيه غنقلي ايضا فيها شويه اللوز، انا مفركاه مسبقا هذاك دايره فقط للتزيين. فالمهم خليكم معايا ندوز نبداو على بركه الله. صافا البنات كي تشوفوا شعلت الفران، درت هاد الزنجلان هنايا لتحت وغادي نقابلو، ولان الكميه صغيره غيبدا يطير لي شويه، وفاش تيكون كثير ما تيطيرش باش الحبه تتقل على اختها. ولكن دابا حيت عندي غير نص كيلو
غيبدا شويه يطير فخصنا نقابلو. فهكا تنديرو الفران على درجه متوسطه وتنستمروا هكا في التحريك حتى تنحمروا الزنجلان ديالنا بالطريقه اللي تتعرفوا. هنايا درت اللوز درتو الفوق غير بدا تيشد السخونيه ديالو باش ملي يتحمر لي الزنجلان عاد نهبط اللوز حتى هو نحمرو. بالنسبه للوز تنعرفوا بزاف الناس اللي يفركوه ويقليوه حتى هذيك الطريقه، ولكن صراحه هذه الطريقه احسن اولا من ناحيه المذاق. فاش تيتحمر تيجي بحال داك اللوز المقلي اللي تيكون عند القلاي وتيجي بنين بزاف وتيتطحن بالقشره ديالو، ديك القشره ديالو تتعطي واحد البنه من ناحيه المذاق ومن ناحيه عاود القيمه الغذائيه والفوائد ديالو. يعني القشره ديال اللوز فيها الياف غذائيه وفيها بزاف ديال المنافع، فاش تنطحنوها معاه تنستافدوا منها احسن من فاش تنفسخوه تضيع ديك المنافع اللي في الجلده ديالو. تنقليوه في الزيت فتيزيد شويه ديال الليدام، فمن الاحسن هذه الطريقه صحيه وحتى في المذاق غادي تلاحظوا الفرق الا كنتو ما عمركم جربتوها هكا. وبالنسبه للطحينه البنات فكي تتشوفوا درتو في الكوكوط وتنقص عليه العافيه وتنبقى تنستمر هكا في التحريك ديالو وسط الكوكوط حتى يتحمر لي كامل. يعني ما حدنا تنحركوه هو داك اللي لتحت تنطلعوه للفوق حتى يعطيني واحد اللون قهوي حتى يولي كامل قهوي، ولكن ردوا البال البنات ما خصوش يتحرق، يعني خصو غير يتحمر بحال اللون ديال الطحين فاش تنحمروه النت في الفران. غير هي هكا في الكوكوط تيجي اسهل بزاف بزاف، خصوصا انا كيشتو عندي هنا 6 كيلو ديال الطحين فدغيا دغيا ويديكم يتحرك زعما ما تغفلوش عليه وراه غتكون طريقه ناجحه معاكم. بالنسبه للكاوكاو البنات درتو في الزيت بارده كيف ما تتشوفوا وعاد شعلت عليه البوطه باش حتى ياخذ وقته في الطياب. بطبيعه الحال هي حتى يبدا يتذهب تنهزوه من الزيت باش ما يتحمر ليناش بزاف، ولكن اهم حاجه ديروه في الزيت بارده وعاد شعلوا عليه باش ما يتلهب ليكمش دغيا. فغادي نقابلو ان شاء الله حتى يتقلى ونحيدو وعاد نقلي اللوز للزين. الله على الطهر قدوا بالعمى ظهر قدوا بالعمى ظهر يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي. البنات من بعد ما قليت كاوكاو وقليت اللوز اللي غادي نزين به فتنخلي هاد الزيت اللي قليت فيها وتنجيب ديك زلافه الطحين ما يعادل واحد 250 غرام اللي قلت لكم وتنديرها في هذا الزيت وهو مازال سخون وتنقلل العافيه وتنحركها مزيان مزيان. فهاد الطحين بحال غادي نقليوه في هذا الزيت في نفس الوقت يعطينا واحد الخليط معلك اللي فاش تنزيدوه مع القوام ديال الزميته البنات تيعلك لينا الزميته ديالنا تتجي غزاله. حاولوا خدموه مزيان باش ما يبقى لكم فيه حتى شي تكتلات ولا شي تكوار. صافي وغادي تبقاو مقابلينو هكا فوق العافيه باش داك الطحين ما يبقاش خضر، يعني حتى داك الطحين تيبدا تيتقال وتنحسو باللون ديالو بدا تيتحمر وعاد غادي نحيدوه. المهم هاد الطريقه اللي ما بغاش يديرها ممكن يحمر الطحين كامل في الشكل العادي
والزيت راه غيخلط بها بطبيعه الحال، يدير الزبده الزبده هيدير الزبده ويخلط الباقيه بالزيت. ولكن اللي بغى يجرب هذه الطريقه هذه راه تجي غزاله كيف قلت لكم. هذه الطريقه قريبه للزميته اللي تيديروها في وجاده اللي هي تقنته، تيديروها بحال هذا الشكل، ولكن تتكون فيها حاجات اخرى يعني وصفه مختلفه، يعني فقط هذه النقطه ديال الطحين تيتقلى في الزيت هي اللي مشتركه، هي اللي تقريبا خديناها منهم صراحه. انا شحال هذه ما كناش تنديروا هذه القضيه، ولكن دابا وليت تندير هاد القضيه ديال الطحين زوينه، تتعلق السميته وتجي القوام ديالها زوين. صافي البنات، ها هو الطحين ديالي دابا واجد، غادي نحيدو ونخليه يبرد. ودابا البنات غادي نبدا تنطحن القوام ديالي اللي حمرت اللي هو كاوكاو والزنجلان واللوز هما الاولين. فغادي نبدا بالزنجلان، هذه راه طحنت فيها غير النافع، خليته فيها ماشي مشكل. عندي انا هاد الماكينه صغيره صراحه تتعذبني بزاف بزاف، لحد الان ما لقيتش ماكينه كبيره اللي تجيني بحال اندو 3. شفت وحده دايرينها في امازون، ولكن ماشي اندو 3 ديال مولينكس، هذيك هي شينوا. فاش دخلت شفت الريفيو لقيت كلشي كاتب عليها انها تتخدم جوج مرات وتتخسر، فما زعمتش ناخذها. زفتوا لي البنات شي لينك اللي فايت شاريه شي وحده من شي ويب سايت ولا شي بلاصه اونلاين وتكون كبيره، تصيفط لي اللينك. ديك الكبيره اللي تنطحنوا فيها في المغرب، هذيك القهوه صغيره تتعذبني. هانتوما البنات السنجلان ما تنطحنوش حتى تنردو غبره، شتي تنطحنو هكا نص طحنه. باش متجيش الزميته منيله بزاف، هذا هو القياس. وانتوما عاود كل واحد وعلى حسب، وتنخلي في الاخر واحد شويه واحد كميشه هكا تنديرها صحيحه، تيجيو باينين دوك الحبيبات ديالها. صافي البنات تنمشي بنفس الطريقه، لا بالنسبه للوز لا بالنسبه للكاوكاو، تنطحنهم مرملين شويه وتنخلي منهم شويه مهرمش. المهم تتبقى على حسب، لا بغيتو كله يتطحن مرمل، بغيتو ديروا شويه مهرمش على حسب نتوما والذوق ديالكم. فغاد لان هذه صغيره تتشد الوقت، غنطحن كلشي وعاد نرجع نخوضو الزميته. صافي البنات كملت كل شيء كي تشوفوا، هذا هو الدقيق ديالي واللوز والسنجلان والكاوكاو. فمن بعد ما طحنت كل شيء درتهم هكا في الكسعه باش يعطوني الضعف في التخلاط. غادي نزيد لهم هاد النواشف اللي هما المسكه الحره، شويه الملحه والقرفه وحبه حلاوه والنافع. بسم الله، غادي نحاول نخلط هذا الشيء بعدا كله مع بعضياته يتداخل، عاد نبدا نزيد السوائل. يا للا يصوب لي محراس، يا للا نمشي للحداد، يا للا يصوب لي سكار، يا للا والموضوع دابا البنات غادي ندير هاد الطحين، نقليناه في الزيت. غنزيد البنات السكر، ما بغيتش ندير كلشي، انا عندي هنا زلافه غندير غير واحد نص ديالها ونخلط وندوق الحلاوه وعاد نشوف. المهم ضروري تزيدوا السكر شويه بشويه وتذوقوا باش تشوفوا على حسب الذوق ديالكم. دابا البنات غنزيد ديك الرابعه ديال الزبده من بعد ما ذوبتها وحيدت منها ديك الفراره ديالها. وغادي نبدا تنجمع، من بعد الا خصني غادي نزيد من الزيت. لا يقبل لي زرعي يا سميتها،
البنات نزيد هاد ربع كاس ديال زيت الزيتون تيعطي الفرق في المذاق البنات. والسكر دقتها وجاتني شويه خاصها الحلاوه فزت السكر. دابا ما غنزيدش الزيت حتى نعركها كيف ما تنقولوا باش ملي تتعركوها تطلع داك الدهون اللي فيه. وعادي يبان لكم عتي عذباتني القصعه واخا هكاك خصها صراحه شي بانيو كبير ملي تدلك يبانو دوك الدهون اللي فيها يخرجوا وعاد تبان لي واش محتاجه الزيت الزيت ولا بركه. هانتوما البنات ما مشيت حتى جبت البانيو ما بردتليش قلبي القصعه عذباتني الله. دابا واخا عركها مزيان وندوقها لان البنات راه حتى تزيد تطلق الزيت ديالها داك الكاوكا وداك الزنجلان حتى يزيدو يطلقوا الزيت ديالها. فحاولوا ما تكثروا لهاش الزيت حتى وكان تلكوها مزيان وعاد تشوفوها شفتوا. انا ذقت الحلاوه صافي دابا الحلاوه ديالها بالنسبه ليا هي هذيك. صافي غادي نزيد نعركها مزيان وغادي ندوز نوريكم الشكل في طبق التقليد. ساعة من ساعة الله.